السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كده الإخوة، لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ كنتمنىكم تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد. لأول مرة كيشوف هذه القناة يخلينا لايك وكومونتير وبارطاجي باش ديما إن شاء الله يوصلكم الجديد ديالي. شكرا بزاف الإخوان، مقاول وصلوا 10,000 متابع، هذا بفضل الله عز وجل وفضل ديالكم الإخوان، كتعاملوا معنا وكتشجعونا باش ديما نبقاو نعطيكم الجديد. إن شاء الله نخلي لكم الرابط ديال الفيسبوك ديالي في الوصف. اللي بغى يتواصل معايا الاخوان مرحبا والف مرحبا، كيتواصل معايا راني كنجاوبو، ما كاين حتى شي مشكل. اللي ما عارف شي حاجه نعلمو عليه، ولا ما عارفينش حنا شي حاجه راه كنستافدو من عند الاخوان اللي عندهم تجربه في هاد الولايه هادي. الموضوع ديال اليوم الاخوان كيف ما عرفتو دابا وقت التزاوج ما بقى لا والو ان شاء الله الاخوان، يعني ما كرهناش ان طائر الحصون اننا نوليو ننتجوه في الدار، عكس ما اننا نبقاو نشريو مثلا الطيور اللي كيكونوا غاليين بحال الطيور ديال العش، راكم عارفين الاثمنه ديالهم فين كيوصلوا. وما فيها باس الاخوان اننا نوليو ننتجو كيفما الاخوان الجزائريين والاخوان التونسيين، ونوليو ننتجو طائر الحصون في الدار. والاصدقاء يعني كيمشيو ياخذوا اناث اللي جدوره وكيجيبهم باش يخدم بهم هذا العام هذا، وكيتفاجئ انهم ملي كي مثلا كيجيب ديك النتوه كيبقى مدار معاها غير باش يزونها، اولا مثلا غير باش يتبتها عنده في القفص، يعني حتى كيتفوت هذيك المرحله ديال التزاوج وكيضيع عليه العام. عكس انك انت كنتي باغي مثلا يعني تزاوج ديك الانثى تخدم بها واش عطاك في داك العام، خذ بنت العش يعني زايده في القفص، هذيك راه ما غادي تلقى معها حتى شي مشكل، عندك طوير في المستوى راه غيخدم معاها 100% ان شاء الله. واما الا كنتي غتاخذ وحده خلويه باش تخدم بها هذا العام هذا، راه ما غاديش تخدم لك الصديق ديالي، ضروري خاصها تضرب بداله عندك وتولف عندك وتخدم معاها يعني باش تثبتها في القفص، يمكن ليها ان شاء الله تخدم. بالنسبه لشنو اللي كيخدم في القفص؟ هما بنات العش الاخوان او القرع. الانثى كتاخذ حتى 90% او 80% من الانتاج، حيت الانثى الى تهليتي فيها وتبتات عندك في الدار ولات مولفه الناس اللي عندك في الدار، كن اكيد انها غادي تخدم عندك. عكس ديك اللي كتجيبها الجدره او الخلويه يعني يلاه مصيده مسكينه مستريسي وداك الشيء، هذيك راه ما غاديش، وما مولفاش القفز ما عمرها شافت البشر. تقريبا المده اللي تقدر تخدم عندك فيها هي ملي غادي تضرب بداله وتضرب عندك العام، يعني يدور عليها العام، تقدر تخدم عندك داك العام، ما خدماتش عندك داك العام تصبر عليها حتى العام الجاي. وكنتي انك انت باغي انك باش ان شاء الله ييسر لك الله وتخدم طائر الحصون، جيب اخويا نتوى تكون بنت العش. بنات العش الاخوان راه كيخدموا، كاينه اللي كتكون في العام ديالها الاول كتحط لك البيض وداك الشيء وتقدر تهجروا لك، ضروري يكونوا عندك النتاوي ديال الكنار تكون موجودهم، اولا النتاوي ديال الميسو يكونوا عندك في الدار، يكونوا ريزيرف حتى لا وانت مثلا خلعات شي حاجه وهجرات لك العش، راكم كيف ما عارفين الاخوان ديالي طائر الحصون ماشي هو بحال طائر الكنار اولا طائر البادجي تقدر انت كاع تهز القفاز وتحوله من مكان لمكان عنده عادي، عكس ديال الانثى ديال الحصون كتبغي الكالم، كتبغي مثلا الا كانت عندك شي غرفه خاويه تحط شي قفص يكون شويه عالي وما يكونش فيه الضجيج، ما يكونش فيه الناس بزاف كيتحركوا، خليها تما توكر فيه، يكون معاه الذكر ديالها وديك الساعه جمع ما بيناتهم ان شاء الله فاش غادي يوصل الوقيته ديال التجاوز، راه ما تخاف والو باذن الله وغادي يسر فيهم الله. اللي باغي يعرف ان انثى ديال الحصون يعني بنت العش راه هي اللي كتكون يعني ناجه في القفص وكتكون يعني مديه الحياه ديالها في القفص، عكس الانثى اللي كتكون الاخوان ديالي الله مشدوده وجايه من الخلا ومستريسي وداكشي ما غاديش تخدم لك، حيت بزاف ديال الاصدقاء كنتلاقى معاهم في السوق كيشريو نتاوي كيشوفو 20 درهم 15 درهم حتى 10 دراهم كيقول لك مثلا انا غادي ناخذ النتوه نقدر نخدم بها هذا العام، لا الاخ ديالي راه ما غاديش تخدم لك انت، يلاه واخدها بشهرين وغادي ديرها في القفص، كيفاش غتزونها كيفاش غتثبتها كيفاش غتخدم معاها؟ الاناث ديال الحصون كيبغيو الاخوان الخدمه. ولا ملي كتاخذها بنت العش راه كتكون ديجا هي مولفه يعني زايده في القفص، هذيك راه ديال القفص راه غتخدم لك ان شاء الله وغادي يسر فيها الله. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، مازال هذه السلسله ان شاء الله غادي تكون طويله، قلت لكم غير بعض النقاط وقلت لكم اشنو اللي غادي يخدم لكم، واش انت بنت القفص الانثى اللي كتكون خلويه، راكم دابا عرفتوا الاجابه، الانثى ديال القفص هي اللي غتخدم لكم ان شاء الله. باش اللي تبغى تنتج الحصون ضحي بشويه الفلوس الا بغيتي تشوف لنا حتى شي فيديو جاي، وبيس لكم.